الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي يؤكدان هاتفيا أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة. وزير الدفاع الأمريكي يدعو تركيا لوقف عدوانها على شمال سوريا. إصابة 4 أشخاص في حادث طعن ببريطانيا والشرطة تعتقل المشتبه به. السادسة مساء الرابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع فيروز مكي. فيروز إليك. شكرا لك إيمان. أكد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة للتوصل لاتفاق يحقق أمال وتطلعات شعوب الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا. وفي إطار إعلان المبادئ الموقع بينهم، أعرب الجانبان خلال اتصال هاتفي عن تطلعهما نحو دعم الجوانب المتعددة العلاقات الثنائية في البلدين. وأضاف السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي كرر خلال الاتصال تهنئته لرئيس الوزراء الإثيوبي لفوزه بجائزة نوبل للسلام. من جانبه أعرب الأخير عن شكره وتقديره للرئيس ولمصر على تقديم التهنئة له بهذه المناسبة. كان الرئيس السيسي قد أكد في وقت سابق أن فوز رئيس الوزراء الإثيوبي بجائزة نوبل للسلام هو فوز جديد للقارة الأفريقية الطامحة للسلام والاستقرار والتنمية. وأعرب الرئيس عبر صفحتيه بموقعي فيسبوك وتويتر عن تمنياته لاستمرار الجهود البناء الرامية لإنهاء جميع الصراعات والخلافات في القارة السمراء. أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته المرتفعة لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، كما أيضا خفض توقعاته لمعدل التضخم في ظل نجاح برنامج الإصلاح وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي. وتوقع صندوق في تقرير له ارتفاع معدل النمو إلى 5.9%، كما خفض تقديراته لمعدل التضخم إلى 9.6%، على أن يواصل التراجع إلى 7.4% في عام 2021. كما توقع صندوق أن يحقق الاقتصاد المصري أيضا نموا بواقع 6% على المدى المتوسط، وأن يتقلص الدين العام إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024، وارتفاع الفائض الأولي للموازنة إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي. تستضيف مدينة سان كاترين فعاليات ملتقى التسامح الديني الخامس هنا نصلي معا، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور لفيف من الوزراء والسفراء ونحو 100 شاب من شباب المهجر من أبناء المصريين بالخارج. أدى وحرصت محافظة جنوب سيناء على تقديم كل أوجه الدعم للوفود المشاركة والعمل على خروج الملتقى بصورة عالمية مشرفة تليق بمكانة مصر الحضارية والتاريخية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددا من الشائعات التي تم تناولها خلال الفترة الماضية، نستعرضها في العرض التالي. موسيقى
وننتقل الآن لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي لوزير الدفاع الأمريكي ورئيس هيئة الأركان المشتركة. وضع الأمريكي في المنطقة بدءا من سوريا، نحن نعارض وأصبنا بخيبة أمل من قرار تركيا بإطلاق تغلغل سوري انفرادي في شمال سوريا. هذا يضع حلفائنا الأكراد في خطر ويعرض للخطر الهروب السجناء من داعش. تواصلنا مع الأتراك حول هذا الموضوع وتحدثت مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وتحدثت إليه وقلت إننا نعارض هذه العملية وأن هذه العملية تضر بعلاقاتنا مع حلفائنا العرب. وكذلك وكما قلنا في السابق عندما أخبرتنا وأخترتنا تركيا بهذه العملية العسكرية، نحن كنا قد سحبنا 50 من جنودنا في تلك المنطقة التي كانت ستستهدف بتلك العملية، وذلك حرصا على أن لا يشتبك جنودنا في هذه العملية بين تركيا والأكراد. وبطبيعة الحال نحن أولويتنا هي حماية جنودنا، وكذلك نحن قمنا بتعزيز وجودنا في أماكن أخرى للتدخل في اللزوم عند اللزوم. وكذلك نعرف أن هناك من هو مسجون من مواطنين الأمريكيين خارج سوريا، وفي هذا الوقت نحن لا نغير وضعنا الأمني ووجودنا في سوريا، لكننا نراقب تقييم الوضع وتقييم وجودنا العسكري هناك. حتى نكون واضحين، نحن لم نتخلى عن الأكراد ونحن نبقى معهم في أماكن أخرى في سوريا. كذلك السيد الرئيس أردوغان وهذا الغزو لسوريا فهو يضع علاقتنا مع تركيا وحلف شمال الأطلسي على المحك، قوة سوريا الديمقراطية التي ساعدتنا على هزم الخلافة المزعومة لداعش، وذلك بتلقي التدريبات والتعزيزات العسكرية. ولذلك نحن نطالب تركيا بوقف عمليتها في سوريا في الحدود، ونحن نواصل تنسيقنا مع قوة سوريا الديمقراطية التي ساعدتنا على هزم داعش. ونحن نقول إن هذه الأزمة الطويلة بين الأكراد وتركيا لا يجب أن تجر سوريا إلى مزيد من زعزعة الاستقرار وعدم الاستقرار. ونؤكد مجددا أننا ندين بالفضل للأكراد لهزم داعش. نعرف أن إيران هي المسؤولة عن المنشآت النفطية السعودية، ونحن قررنا مع فرنسا ألمانيا وبريطانيا أن ندين إيران ونقول إن إيران هي المسؤولة بالأدلة عن تلك الهجمات على منشآت أرامكو النفطية، وإيران تواصل حملتها لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وكذلك زعزعة الاقتصاد العالمي. إيران تواصل تحرشاتها للأمن في المنطقة، وهذا بطبيعة الحال معارض للأعراف الدولية. تحدثت اليوم مع وزير الدفاع السعودي لمناقشة القدرات الدفاعية السعودية وجهودنا المتواصلة حماية حلفائنا من اعتداءات مستقبلة من إيران. والسعودية هي حليف قوي في الشرق الأوسط، ولذلك نحن سنعزز دفاعهم العسكري بناء وبما يتماشى مع القانون الدولي. وبناء على الوضع الأمني نحن قررنا أن نضيف 2000 جندي إلى السعودية، وكذلك سنضيف سريتين من الطائرات المقاتلة وبطاريتين لفاتريوت، بالإضافة إلى منظوم دفاع جوي صاروخي أرجو تاد. كذلك وردا على تلك التحرشات الإيرانية منذ ماي، فإننا نشرنا عددا من المقاتلات الجوية وكذلك منظومات دفاع باتريوت ومنظومة دفاع جوي صاروخي تاد، وكذلك طائرات مسيرة، وكذلك عدد من الجنود التقنيين المتخصصين في تسيير طائرات المسيرة وفي الرد الدفاعي. الجيش الأمريكي كذلك
سيرة قوة بحرية وهي مكلفة بتقديم كل الدعم المطلوب عند الحاجة. الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بحماية حلفائنا وتقديم كل الدعم لحماية الاقتصاد العالمي، ونحن حازمون وعازمون على بسط الأمن العالمي. وأنا أقول إنني تواصلت مع حلفائنا في أوروبا للمشاركة معنا في بسط وإحلال الاستقرار في المنطقة. ومع مواصلتنا سياسة الأمن فإننا نتحلى بالمرونة، وكذلك نعرف أنه يمكن أن نكون جاهزين ومستعدين من أجل أن نجعل هذه التحديات التي نواجهها قادرة على التجاوز. ونحن كذلك قد عززنا وعبأنا العديد من التعزيزات العسكرية، وأعدنا نشرها حتى يكون لديها القدرة على التدخل في كل مكان في الوقت المناسب. كذلك وختاما، نحن لدينا القدرة على أن نعبئ الكونغرس من أجل أن نحقق أهدافنا ونستصدر القرارات اللازمة لخدمة أهدافنا. أطالب الكونغرس بأن يمرر التفويضات اللازمة لنا حتى نتمكن بالتقدم في خططنا وردع خصومنا. وبهذا السيدات والسادة، أنا مستعد لأخذ أسئلتكم. معالي وزير الخارجية، قلتم إنكم قلقون بشأن تأثير عملية تركيا على محاربة داعش. ما الذي ستفعلونه؟ هل ستنتشرون في أماكن أخرى؟ وكذلك هل يمكن أن تعطينا تقييما عن الوضع الحالي ومستجدات الوضع الحالي فيما يخص عملية التوغل التركي في سوريا؟ هل هناك أي مستجدات فيما يخص قوة سوريا الديمقراطية؟ سأترك زميلي يحدثكم عما يحدث في سوريا. إذن فيما يخص سؤاليك فيما يخص قوات سوريا الديمقراطية، باستثناء البؤرتين اللتين تحدث عنهما الوزير، بالنسبة للحدود التركية السورية هناك 480 كيلومتر، ومساحة التوغل هي 150 كيلومترا شرقا وغربا. إذن نحن سحبنا عددا قليلا من جنودنا في تلك المنطقة، ونعرف أن هناك سجونا منتشرة في تلك الأماكن التي يسيطر عليها أفراد قوات سوريا الديمقراطية. وفيما يخص بالتوغل نفسه، في الوقت الحالي الأتراك نفذوا ضربات جوية و كذلك سيروا طائرات مسيرة، وكذلك استطلاعات جوية، وكذلك بعض الطلعات الجوية عن بعد في الحدود التركية السوركية. فيما يخص بما نعلم، كان هناك عمليات محدودة في القرى والبوادي، كان هناك اشتباكات في قريتين، كان هناك بعض المشاة الأمريكيين بالتنسيق مع نظرائهم. أعتقد أن هناك نحو 1000 أو أكثر من قوات سوريا الديمقراطية الموجودون هناك مشتبكون في القتال، وكذلك في نحو 1-3 كيلومتر. كذلك هناك وجود للأكراد، والضربات الجوية التركية تتواصل في الوقت الحالي. أنا والرئيس ترامب والوزير بومبيو وكلنا تحدثنا مع كل النظراء الأتراك، وطلبنا منهم أن يوقفوا هذا التوغل، وأكدنا عليهم أن هذه العملية ستزيد زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأعتقد أن ضررا كبيرا يحدث مسبقا إلى الأكراد حلفائنا. كذلك تحدثنا مع يانس ستولتنبرغ أمين عام حلف شمال
الشمال الأطلسي، وقلنا معا إن على تركيا أن توقف هذه العملية، ورسالتنا الموحدة هي العودة إلى الوضع القائم القديم وكذلك العمل في هذه المنطقة الآمنة من أجل جعل الأمور مستقرة. هل رأيتم أي إشارات مع إرسالكم لهذه الرسائل حول ضرورة وقف العملية؟ إذا طلبتم من تركيا أن تتوقف، هل ستطالبون الأكراد وخصوصا قوات سوريا الديمقراطية أن تتوقف أيضا؟ أنا في محادثتي مع خلوسي أكار لم أتلقى أي إشارة بأنهم سيتوقفون، وأنا مفاجأ بأنني منذ أن أتيت إلى الوزارة في يوليو كان لدي العديد من التواصلات معهم، وهم دائما يقولون إن لديهم عداوة مع حزب العمال الكردستاني وكذلك وحدات حماية الشعب الكردية وما إلى ذلك. ونحن قلنا إنه مهما قلنا لهم من حرصنا على حلفائنا من قوات سوريا الديمقراطية لكنهم لا يصغون إلى مخاوفنا إلى الآن. بالنسبة ل المكالمات الهاتفية التي جرت بيني وبين نظراء الأتراك، لم أجد بأنهم عازمون على وقف عمليتهم، وليس هناك أي إشارة تدل إلى أنهم سيوقفون عمليتهم. الجيش الأمريكي هل سيدعم قوات سوريا الديمقراطية لمواجهة هذا التوغل؟ في الوقت الحالي نحن نواصل شراكتنا مع قوات سوريا الديمقراطية، وهناك قلق كبير ومتزايد لدى قوات سوريا الديمقراطية، وقائد قوات سوريا الديمقراطية أعطى تعليماته للمواجهة في الشمال من أجل حماية أراضيهم، وأطالبهم بالتهدئة من أجل السماح بتسوية سياسية سلمية. هل يمكن أن تشرح كيف تتوقعون من كيف تتوقعون أن يتم تأمين تلك السجون التي فيها الآلاف من مقاتلي داعش في خضم هذه الحرب الناشبة الآن بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية؟ وهل تم اتخاذ قرار فيما يخص ذلك الإعلان الذي تحدث عن نشر بعض حاملات الطائرات مثل أبراهام لينكولن؟ هناك مفهوم جديد من نشر الدينامية للتعزيزات العسكرية حول العالم، هذه استراتيجية أمريكا وهي تسمح لنا بالتدخل والردع والرد في كل وقت، وهذا يهدف إلى جعل خصومنا يردعون في كل أنحاء العالم. وفيما يخص سؤالك الآخر، نحن تواصلنا مع الأتراك مرات عديدة وقلنا لهم يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم في حماية تلك السجون وعدم السماح للإرهابيين الداعشيين للفرار، وقلنا لهم إنه يجب عليهم أن يضمنوا ذلك، ونحن نتواصل أيضا مع قوات سوريا الديمقراطية أيضا. فيما يخص السجناء، أولا وحسب فهمي الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها سلطة قانونية على هؤلاء السجناء الداعشيين. نحن الجيش الأمريكي ليس لدينا مسؤولية لتأمين تلك السجون التي فيها الإرهابيون الداعشيون في سوريا. قوات سوريا الديمقراطية ما تزال تسيطر على عدد من السجون هناك، لا نعرف العدد بالضبط، باستثناء المنطقة التي وقع فيها التوغل. كما قال أحدهم، هو يتفهم ويفهم بوضوح أن الجيش التركي لديه مسؤولية ليس فقط عن السجون وإنما عن الأضرار والخسائر التي تحدث في هذه العملية. هو أقر بذلك وتفهم الأمر، وفي الوقت الحالي هي مسؤولية تركيا تأمين هذه السجون وكذلك منطقة التوغل بشكل عام.
هناك تخلي منكم عن الأكراد قوة سوريا الديمقراطية وهذه القوات ساعدتكم. نحن لم نتخلى عن الأكراد، يجب أن يكون هذا واضح. لا أحد أعطى الضوء الأخضر لتركيا، نحن ضغطنا بكل ما نملك على تركيا حتى لا تقوم تركيا بشن هذه العملية، ونحن قلنا إن هذه العملية تعرض علاقتنا مع الأكراد للخطر منذ تعزيزها في 2014. ما كان على تركيا أن تتصرف بهذه الطريقة. عندما أتيت إلى الوزارة في يوليو حاولت أن أضع آلية أمنية لنجعل الأتراك يتعاطون مع مخاوفهم في ما يخص حزب العمال الكردستاني، لكنهم لم يتجاوبوا وكل جهودنا لوقفهم لم تنجح. في الوقت الحالي سياسة الولايات المتحدة الأمريكية هي مواصلة حملة مواجهة داعش، ونحن نواصل هذه العمليات خصوصا في هذه المنطقة للتوغل، باستثناء هذه المنطقة للتوغل. بالنسبة لنا تركيا هي حليف في شمال الأطلسي منذ 70 سنة، ولا يمكن أن نتحيز إلى الأكراد للقتال ضد دولة حليفة في شمال الأطلسي وهي تركيا، ولذلك نحن نوجد في أماكن أخرى غير منطقة التوغل التركي. أنتم تحدثتم عن إعادة نشر بعض القوات من أجل تأمين الجنود الأمريكيين، هل يمكن أن تحدثنا أكثر عما تفعلونه لحماية الجنود الأمريكيين؟ الجيش التركي يدرك تماما أن هناك إحداثيات واضحة عن وجود القوات الأمريكية. نحن نسقنا معهم من خلال القيادة المركزية وكذلك على المستوى الشخصي، يعني هناك 3 مستويات من التنسيق مع الأتراك للحرص أنهم يعرفون بالضبط أين توجد القوات الأمريكية، وكل شخص وكل مسؤول لديهم أخبر بأنه في منطقة التوغل. يجب عليهم أن يعرفوا تلك الإحداثيات، وأردوغان يعرف أننا نحتفظ بحقنا في الدفاع عن أنفسنا. في حال أصيب أي جندي فإنه واضح أننا سندافع عن هذا الجندي، وهذا حق أوضحناه لأردوغان. كذلك من أجل حماية القوات الأمريكية في المنطقة نحن نبذل قصارى جهدنا للدفاع عن جنودنا. لن أعلق عن كل النقاط التي تثار هنا، لكن بالنسبة لما حدث بالأمس حول قائمة بالأهداف التركية، فقد تم تشاطرها معنا من قبل النظراء الأتراك. كانت هناك مؤشرات بأن تركيا ستقوم بهذه العملية، ما الذي يعد مختلفا هذه المرة؟ نحن كنا قلقين، وأنا كنت قلق بهذا الشأن، وكذلك كان أسلافي قلقون بشأن هذا الأمر، احتمال توغل تركي في سوريا. ونحن حاولنا أن نبقي الأتراك بعيدين عن خطوة كهذه، لكننا لم نحرز أي تقدم. وكما تعلمون كان هناك محاولة للعمل المشترك في المنطقة الآمنة، كان هناك تبادل للمعلومات، وفعلنا كل ما بوسعنا، ولا يمكنني أن أشرح لماذا أقدم الأتراك على هذه الخطوة. كما قلت أردوغان، ومنذ أن بدأ الأتراك في عهد أوباما لهذا الموقف المحتدم ضد وحدات حماية الشعب الكردية والأكراد في سوريا، كان هناك قلق دائم بأنه قد تكون هناك مغامرة تركية غير محمودة العواقب. كان هناك مقاتلون من الأكراد في سوريا
بالنسبة للجنود الأمريكيين الذين سننشرهم والجنود الإضافيين الذين سنرسلهم إلى السعودية، الهدف هو إقامة الردعة بشكل أكبر ضد التهديدات الإيرانية ضد السعودية. نحن لدينا قوات ونحن حضرنا كل التحضيرات اللازمة لإرسال قوات إضافية، وقواتنا موجودة مسبقا هناك، نحن فقط سنرسل قوات إضافية. وأضيف إذا نحن لدينا بطاريتان لباتريوت سنرسلهما أيضا، وسيرفي طائرات مقاتلة بالإضافة إلى منظومة دفاع جوي صاروخ أرض جو تاد. علينا أن نميز بين الشيئين، هناك قوات إضافية ستنضم إلى القوات الموجودة مسبقا في السعودية، ونحن نتواصل تنسيقنا مع الحلفاء في الخليج وذلك ضد التهديدات الإيرانية، ونعتبر أنه من المهم مواصلة نشر قواتنا من أجل إرسال رسالة إلى إيران بألا تضرب أو تهاجم أي دولة ذات سيادة وألا تهدد المصالح الأمريكية، وإلا فإننا سنرد. وأنا أقول مجددا لا تسيء تفسير ضبطنا للنفس وتفسره كضعف، لأننا سنرد إذا إذن تابعنا هذا المؤتمر الصحفي المشترك لوزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر وأيضا رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، وتم التركيز على عدة محاور رئيسية فيما يخص العدوان التركي على سوريا، حيث قال وزير الدفاع الأمريكي إن الولايات المتحدة تعارض بشدة ما تم من عدوان تركي على سوريا، وأنهم أصيبوا بخيبة أمل من هذا العدوان. وذكر أيضا أن هذا العدوان بيضع حلفاء الولايات المتحدة الأكراد، في إشارة إلى الأكراد، يضعهم في خطر، كما أشار أيضا إلى المأزق الخاص بالسجناء الموجودين في السجناء من داعش الموجودين في السجون التابعة لهؤلاء الأكراد وخطورة خروج هؤلاء السجناء. كما ذكر أيضا وزير الدفاع أنه تم التواصل مع الأتراك بخصوص هذا الشأن لتجنب هذا الخطر، وذكر أيضا أنهم لم يتخلوا عن الأكراد وأنهم سيبقوا مع الأكراد ولكن في أماكن أخرى في سوريا بخلاف الشمال السوري الذي تدور به المعارك الآن. كما أيضا ذكر بأنه هذا الغزو التركي على سوريا يضع علاقات الولايات المتحدة مع تركيا ومع حلف شمال الأطلسي الناتو على المحك، وطلب تركيا بوقف هذا العدوان على سوريا، وذكر بأن الأزمة التاريخية بين تركيا وبين الأكراد لا ينبغي أن تنعكس على سوريا أو تجر سوريا إلى هذا أو هذه الحرب. تواصل تركيا لليوم الثالث على التوالي عدوانها على شمال سوريا وسط إدانات عربية ودولية، ودفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية تركية إلى الأراضي السورية لدعم قواته هناك. في الأثناء أفادت وكالة الأنباء السورية بتعرض مدينة رأس العين بريف الحسكة لقصف بالطيران الحربي التركي وسلاح المدفعية. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل 262 من عناصر الجيش التركي و22 من مقاتليها منذ بدء العدوان التركي على مناطق سيطرتها بشمال سوريا الأربعاء الماضي. في الأثناء أفادت مصادر ميدانية سورية أن وحدات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية تمكنت من صد هجوم تركي استهدف المنطقة الصناعية في مدينة رأس العين في ريف الحسكة. وفي المقابل أعلنت وزارة الدفاع التركية ارتفاع حصيلة قتلى الجيش التركي خلال العمليات في شمال شرق سوريا إلى 4 جنود فقط.
أعلنت الأمم المتحدة نزوح نحو 100,000 شخص من شمال شرق سوريا جراء العدوان التركي من جهة أخرى. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود خروج مستشفيات مدينتي تل أبيض ورأس العين الحدوديتين عن الخدمة بعد قرار العاملين فيها بعد فرارهم تحت وطأة القصف التركي. لا تنقطع صرخات الأطفال الذين يتعرضون للمجازر على يد قوات أردوغان في شمال سوريا، كما تواجه الأسر السورية معاناة كبيرة أمام القصف التركي المتواصل، ما يضطرهم إلى الهروب والنزوح. صراخ هذا الطفل ومعاناته لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة. هذا الطفل حاول إيصال صوته للعالم والتعريف بالمجازر التي يرتكبها أردوغان من خلال عدوانه في شمال سوريا. فالقصف الذي لا ينتهي ليلا أو نهارا لا يستثني المدنيين وبالطبع الأطفال، منهم قصة هذا الطفل لم تكن الأخيرة. فضحايا أردوغان من الأطفال في 48 ساعة فقط سقط عشرة القتلى والجرحى في شمال سوريا جراء القصف التركي، من بينهم أطفال. الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل واجه الأطفال السوريون النازحون في تركيا جرائم مثل العنصرية والتفرقة، حتى إن أحد الأطفال ويدعى وائل المسعود انتحر بعد تعرضه للعنصرية في ظل تنديد أردوغان المستمر بتواجد المهاجرين السوريين وتهديده بترحيلهم. ونتيجة لهذه الممارسات تواجه الأسر السورية مأساة، ما يضطرهم إلى الهروب من جحيم أردوغان عبر بحر إيجا، ما يعزز حوادث غرق الأطفال الذين لقوا حتفهم غرقا أثناء رحلة الهرب. حتى المعارضين الأتراك لم يسلم أطفالهم من جرائم أردوغان، حيث أكدت تقارير حقوقية إن عدد الأطفال دون السن السادسة المحتجزين مع أمهاتهم بالسجون بلغ في أغسطس الماضي 864 طفلا، بينهم 149 رضيعا لم يتجاوزوا العام. استهدف العدوان التركي على سوريا كنيسة مريم العذراء للسوريان الأرثوذكس في قرية تل جيهان شمال غرب البلاد. وذكرت تقارير كردية أن الكنيسة قد تعرضت للقصف بشكل مباشر بعدد من قذائف مدفعية الجيش التركي، ما أدى إلى تدميرها. وبحسب التقارير فقد تعرضت الكنيسة للقصف من قبل قوات التركية أكثر من مرة بقذائف الهاون في السنوات الماضية من قبل جنود قوات التركية المتمركزين على الحدود. تعقد غدا جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية بناء على طلب من مصر لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية. وأكدت الجامعة في وقت سابق أن العملية العسكرية التركية تمثل اعتداء غير مقبول على سيادة دولة عربية عضو بالجامعة، استغلالا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية ومما يتنافى مع قواعد القانون الدولي. كشف كل من السناتور الجمهوري لانسي جراهام والديمقراطي كريس فان عن العقوبات التي اتفق عليها الطرفان لتقديمها إلى الكونغرس ضد تركيا بعد عدوانها على سوريا، نستعرضها في العرض التالي.
العدوان التركي على شمال سوريا عاصفة انتقادات ووعيد شملت استدعاء لسفراء أنقرة في عدد من دول العالم وتوعدا بتدمير الاقتصاد التركي. المزيد في التقرير التالي. انتفضت دول العالم ضد العدوان التركي على سوريا الذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، واعتبرته عدوانا وانتهاكا لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات. عاصفة انتقادات ووعيد شملت استدعاء لسفراء أنقرة في عدد من دول العالم وتوعدا بتدمير الاقتصاد وتنديدا بالهجوم الذي بدأه أردوغان وسط مخاوف من تعزيزه لتنظيم داعش الإرهابي وإحيائه للجماعات المتطرفة بسوريا. أمريكيا أعلن الرئيس دونالد ترامب أن توجيه ضربة مالية قوية لتركيا وفرض عقوبات أحد ثلاث خيارات أمام بلاده بعد العدوان التركي على شمال سوريا. كما حذرت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تركيا من احتمال مواجهة عواقب لتقاعسها عن الالتزام بقواعد حماية المدنيين. بدورها أكدت فرنسا أن فرض عقوبات على تركيا سيكون مطروحا على الطاولة خلال القمة الأوروبية المقبلة، داعية لعقد اجتماع طارئ لدول التحالف الدولي ضد داعش في سوريا والعراق لبحث العدوان التركي. وبعيدا عن التلويح بفرض العقوبات، اتخذت النرويج وفنلندا إجراء عمليا بتعليق تصدير أي شحنات أسلحة جديدة إلى تركيا. ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع مطالب شخصيات سياسية ألمانية للمستشارة أنجيلا ميركل بوقف صادرات السلاح إلى أنقرة. دبلوماسيا استدعت وزارة الخارجية الإيطالية السفير التركي وأبلغته رفضها للهجوم التركي وطلبته بضرورة وقفه على الفور، كما استدعت الخارجية الهولندية السفير التركي ودعت بلاده إلى وقف عملياتها في الشمال السوري. أكد أحد قادة حزب الشعوب الديمقراطية المعارض في تركيا أن أردوغان ونظامه أصبحوا دمية في أيدي القوى الإمبريالية، وشدد على أنه بدون البحث عن حل لمشكلة الأكراد فإن السلام لن يحل بالشرق الأوسط. Emperyalist güçlerin arasında oyuncak olmuşlar. Rusya ile pazarlık, ABD ile pazarlık, onunla pazarlık, bununla pazarlık. Akıllarına hiç Kürtlerle barışmak gelmiyor. Ama unutmasınlar, bu coğrafyanın kadim halkı Kürtler ancak ve ancak bu coğrafyaya barışı getirecek olanlardır. O yüzden Kürtlerle barışmadan, Kürtlerle bir yol arımadan ne Orta Doğu'ya barış gelir ne de dünyaya barış gelir. تعرض الصحفي التركي المعارض صلاح الدين أوكبيران لاعتداء بالضرب من قبل أحد الأشخاص بعد أن كتب مقالة شرح فيها أن الوضع الصحي لزعيم حزب الحركة القومية دولة بهتشلي لا يمكنه من أو يمكنه من المشاركة في الحياة السياسية. تقارير دولية من تبعات العدوان التركي على سوريا وفي مقدمتها منح تنظيم داعش الإرهابي الفرصة لتنظيم صفوفه، كما اتهمت التقارير أيضا نظام أردوغان باستغلال قضية عناصر داعش الأجانب كتهديد لأوروبا والعالم. تصعيد تركي في الشمال السوري منح قبلة الحياة لتنظيم داعش الإرهابي وأعاده لدائرة الضوء مرة أخرى. فالعدوان التركي من شأنه تمهيد طريق لسيطرة الجماعات الإرهابية على مدن الشمال السوري والعودة إلى المربع الأول.
نتائج كارثية حذر منها المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، الذي أكد أن التوغل التركي سيقضي على المنجزات التي تحققت ضد داعش الإرهابية، متهما نظام أردوغان بالعمل على استغلال قضية عناصر داعش الأجانب واللاجئين السوريين كتهديد لأوروبا والعالم. وفي ضوء التطورات المتسارعة، نقلت شبكة MBC الأمريكية عن قائد قوات سوريا الديمقراطية قوله إن أعدادا كبيرة من المقاتلين الأكراد الذين كانوا مكلفين بحراسة سجناء داعش توجهوا لصد الهجوم التركي. كذلك حذر الاتحاد الأوروبي من تبعات التحرك التركي باعتباره يهدد استقرار المنطقة ويؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة وتدفقات إضافية من اللاجئين. كما أوضح تقرير أعده مركز دراسات الحرب في واشنطن أن تنظيم داعش الإرهابي بات بعد التوغل التركي مؤهلاً لاستعادة أراض في سوريا والعراق وبشكل أسرع، مؤكداً أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بشبكة مالية عالمية تمول عودته وتمكنه من إعادة هيكلة عملياته. العدوان التركي على الشمال السوري ينذر بإشعال الحرب ونشر الفوضى وتمكين جماعات الإرهاب من تصدر المشهد، كما أنه سيعيد إنتاج مشاهد العنف والاقتتال الأهلي ويضع العراقيل أمام التسوية السورية. في تونس يواصل الناخبون التونسيون في الخارج الإدلاء بأصواتهم، وهذا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية التي يتنافس فيها أستاذ القانون قيس سعيد وقطب الإعلام نبيل القروي. وفتحت السفارات التونسية بالقاهرة أبوابها لاستقبال أبناء الجالية التونسية للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات. أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال مشتبه به في تنفيذ حادث طعن بمركز للتسوق بمدينة مانشستر أسفر عن إصابة 4 أشخاص. وكانت الشرطة قد أخلت مركز التسوق أرندل التجاري في مانشستر فور وقوع الحادث. أعلنت وزارة الداخلية ضبط 3 عناصر إجرامية بالجيزة وبحوزتهم 500 طربة لمخدر الحشيش بقصد الإتجار، كما أعلنت عن ضبط متهمين بالدقهلية بحوزتهما 0.5 طن لمخدر البانجو. نتابع. حملة أمنية مكبرة وجهتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن الدقهلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، مستهدفة بها العناصر الإجرامية التي تتاجر بالمواد المخدرة بعد رصد وتتبع نشاطهم الإجرامي بنطاق محافظة الدقهلية، ونجحت في ضبط 2 منهم أثناء استقلالهما سيارتين وبحوزتهما 200 لفافة من مخدر البانجو تزن 0.5 طن، إضافة إلى 24 طربة من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين وأكثر من 13,000 جنيه من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 4 ملايين جنيه. في الاتجاه ذاته، استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عناصر تشكيل عصابي تخصص في تهريب مخدر الحشيش وترويجه على عملائه بنطاق محافظة الجيزة، ونجحت وبالتنسيق مع قطاعي الأمن العام وأمن الجيزة وفي كمين أعد لهم في ضبطهم وبحوزتهم 500 طربة لمخدر الحشيش وهواتف محمولة وسيارتين تستخدمان في النقل والترويج ومبالغ مالية من حصيلة نشاطهم المجرم قانونا تقدر بأكثر من 40,000 جنيه، بينما تقدر القيمة المالية للمضبوطات ب3 ملايين جنيه. وصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارة وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
خلال 48 ساعة من حملاتها المتواصلة لضبط السلع الفاسدة وجرائم الغش التجاري، نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام في ضبط 1985 قضية تموينية، منها ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المواسير الكهربائية بالإسكندرية بداخله 9 أطنان بلاستيك سابق الاستخدام من مخلفات المصانع والمنازل والمحلات يستخدم في الإنتاج، كما تم ضبط 50,000 متر مواسير كهربائية بلاستيكية منتج نهائي غير مطابق للمواصفات، وتمكنت من ضبط نحو 385 طن أسمدة زراعية من خامات مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية بالشرقية، ويضع علامات تجارية مقلدة على المنتج النهائي. كما نجحت في ضبط مصنع لإنتاج المراتب الإسفنجية بالشرقية يستخدم خامات مجهولة المصدر في الإنتاج، ويضع علامات تجارية مقلدة على المنتج النهائي، وتم ضبط أكثر من طنين مواد خام إضافة إلى 530 قطعة منتج نهائي. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي يؤكدان هاتفيا أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة. وزير الدفاع الأمريكي يدعو تركيا لوقف عدوانها على شمال سوريا. وإصابة 4 أشخاص في حادث طعن ببريطانيا والشرطة تعتقل المشتبه به. لمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.